أسابكم الله سمحت فيه. في سؤال السائل من جمهورية مصر العربية يقول: سماحة الشيخ، اختلط على كثير من الناس مفهوم التوسل الجائز والتوسل الممنوع، نرجو من سماحة الشيخ أن يبين لنا ما هو التوسل وما هو الجائز منه وما هو الممنوع وأمثلة على ذلك مأجورين. التوسل كما ذكر ابن القيم وغيره رحمه الله عليه، التوسل أقسام ثلاثة: توسل والشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والذبح لهم والنذر لهم، هذا هو الشرك الأكبر. يقول المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا ويصلها، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يتوسلون بدعائهم واستغاثتهم بهم، وهذا هو الشرك الأكبر. التوسل الثاني التوسل بذواتهم، تقول: اللهم إني أسألك بذات فلان، أسألك بنبيك فلان، اللهم إني أسألك بعبادك الصالحين، اللهم إني أسألك بمحمد بموسى، هذا توسل ممنوع بدعة، لأنه وسيلة للغلو والشرك. التوسل الثالث الجائز المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بأعمالك الصالحة بإيمانك، هذا التوسل المشروع، مثل ما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومثل ما كان يدعو الله بأسماء وصفاته، هذا يقال له التوسل المشروع، مثل ما في الحديث: أعوذ بعزتك أن تضلني. فالتوسل بصفات الله أمر مشروع، أسألك برحمتك، أسألك بعلمك، أسألك بإحسانك، أسألك بقدرتك أن تغفر لي. ومن حد دعاء ليس أعلاه من بسأل مثلا أبي العاص واشتكى إليه مرضا، قال: ضي يدك على ما تشتكي، وقل: أعوذ بالله بعزة وقل من شر ما أجد وأحاذر. فتوسل بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، واستعاذ بذلك، ومنها: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. أما التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة والتقوى لله فهذا هو التوسل الشرعي. فالتوسل بصفات الله وبأسماء الله وبإيمانك وتقواك هذا التوسل الشرعي. أما التوسل بالذوات، ذوات فلان ذات فلان ذات فلان، فهذا أو جاه فلان أو حق فلان، هذا التوسل بالعلم، فلا يتوسل بجاه فلان ولا بحق فلان ولا بالنبي فلان ولا بذات فلان، هذا توسل بالعلم. أما توسل بعلم الله بطاعة الله باتباعك لشرع الله، هذا كله لا بأس به، توسل بصفات الله وتوسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من التوسل بالأعمال الصالحة، كأن تقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك، بتوكلي عليك، بثقتي بك، ببر لوالدي، بأداء الأمانة وما أشبه ذلك، هذا توسل شرعي. ومن حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة فقالوا فيما بينهم: لن ينجكم من هذا البلاء إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، فسألوا الله بصالح أعماله. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشر ذات ليلة، فلم أروح عليهما إلا وقد نانا، فوقفت على رؤوسهما وقدحوا في يدي أنتظر استيقاظهما، ولم أستحسن استيقاظهما حتى برق الصبح، فلما استيقظ شرب غبوقهما
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهه فافرج عنا ما انفرج في الصحراء شيئا لا يستطيع الخروج منه. وقال آخر اللهم إن كرهت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب رجال النساء وإني ربطتها على نفسها فأبت. فلما مسها سنة يعني حاجة شديدة فجاءت إليه تقول يا ابن عم أعني فقال لا حتى تمكني من نفسك فطاوعته من أجل حاجتها. فلما جلس بين رجليها قال له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال فقمت عنها خوفا منك وهي أحب الناس إلي اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكنه لا يستطيع الخروج. ثم قال الثالث اللهم إنك أني استأجرت أجرا فأعطيت كل أجير حقه إلا واحدا ترك أجره فنميته له وثمرته له حتى صار منه إبل وبقر وغنم وعبيد. فجاء إلي بعد ذلك وقال يا عبد الله أعطني أجري. فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والعبيد. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي. قلت إني لا أستهزئ بك إنه من أجرك نميته لك فخذه. فاستقاه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت في الصخرة حتى خرجوا. هذا توسل من هؤلاء الثلاثة بأعمالهم الطيبة التي فعلوها لله عز وجل فنفعهم الله بها عند الشدة. تقول ما حكم التوسل بجاه الله سبحانه وتعالى؟ بالتوسل بجاه الله إلى الله سبحانه وتعالى أسألك بجاهك العظيم بعلمك العظيم برحمتك بإحسانك بضروتك بعزتك كله طيب لا إله إلا هو عظمته سبحانه وتعالى. فإذا سأل الله بذلك فلا بأس. اللهم إني أسألك بجاهك العظيم بعلمك العظيم بقدرتك بعزتك أن تغفرني أن ترحمني. أما سؤال الناس بالله تركه أولى. لا يسأل الناس بالله ولا بجاه الله. لا يقول أسألك بالله وبجاه الله أنت خالفة تركه هذا أولى وأحفظ. جزاكم الله خيرا. كيف من الجزائر السائل عبد الرؤوف أيضا من أسئلته هذا السؤال سماحة الشيخ وهو عن موضوع عظيم ألا وهو التوسل. يقول ما هو التوسل وأيهما الجائز وأيهما الممنوع وما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في التوسل ببركة رمضان؟ التوسل أقسام. نعم التوسل أقسام. توسل كفري وهو أن يتوسل بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات. يقول الميت الميت يسأله أن يغيثه أو أن ينصره أو أن يقضي حاجته أو يفرج كربته هذا شرك. ويسميه بعض الناس تسول توسل يسمون شركم توسل هذا شرك أكبر. إذا دعا الأموات أو استغاث بالجن أو بالأموات أو بالغائبين يطلبهم الغوث أو العون أو النصر على أداء هذا شرك أكبر. والتوسل الثاني يتوسل بجاههم وحقهم فيقول اللهم إن يس بجاه فلان أو بحق فلان أو بفلان هذه بدعة من وسائل الشرك لا يجوز. التوسل الثالث توسل بالإيمان أو بعمل الصالح أو بالأسماء والصفات هذا سنة مطلوب. اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي. اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك أن تغفر لي. اللهم إني أسألك ببر والدي وصلة رحمي أن تغفر لي. لا كل هذا وسنة شرعية. هذه توسل بالإيمان والتوحيد أو بالأعمال الصالحات كله طيب كلها مشروع. من هذا الحديث اللهم إني أثبت أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت توسل شرعي. من هذا توسل أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة توسلوا لله في أعمالهم الطيبة. أحدهم توسل ببره لوالديه والثاني توسل بعفته عن الزنا والثالث توسل بأداء الأمانة فرج الله عنه.
صحة.